هاد الشيء اللي غادي نهضروا عليه اليوم غادي تقدر تنفعك انت كديفلوبر ويب ولا اي مهاره كتحاول تطورها باش ما تطيحش في مشاكل ديال اما الملل اما القلق اما الخلع وريفر اي ايموشن اللي هي خيبه بالنسبه للكارير ديالك. هنا غادي نحاول نهضروا على جوج ديال الحوايج لجوج ديال الزيليمون اللي هما مهمين، كاين سكيل وكاين تشالنج. انت كشخص عندك واحد المهارات اللي كتمتلكها وعندك واحد التحدي، هادو ديما خصهم يكونوا غاديين بالتوازي. نبداو بالاولى، الا كانت تشالنج ليفل هابط وكان سكيل ليفل هابط كنعنيو بان التحدي هابط بزاف والسكيل ليفل ديالك يعني المهاره هي هابطه بزاف، فين كطيح؟ كطيح فما مسوقش. اباثي، علاش؟ لانك اوتوماتيكمون الى السكيل ليفل ديالك هابط بزاف والتشالنج هي هابطه بزاف دونك ما مسوقش، ما بغيش تزيد لقدام، ماشي طايح في ديك السكيورتي زون، راك حتى من السكيورتي زون هذه راك ما مسوقش وما بغيش تزيد كاع لقدام. نمشيو للثانيه، الى كان تشالنج ليفل لو والسكيل ليفل ميديوم كتعني بان التحدي هابط، المهارات ديالك في الوسط يعني في الميليو، المهارات ديالك هما في الوسط في الميليو، فين غادي تطيح؟ غطيح في الملل، لان المهارات ديالك الوسط تشالنج هابط التحدي هابط، بحال اللي قلتي خدام على شي بروجي ساهل بزاف والمهارات ديالك حتى في الميديوم، غتبغي تشالنج راسك واحد شويه. وهادشي علاش بزاف ديال الناس كيحسوا بالملل هنا، ملي كيكون خدام على شي بروجي ساهل بزاف هو كيحس بان السكيل ديالو ما غاديش بالتوازي مع البروجي. نمشيو للحاله الثالثه، الا كان تشالنج ليفل لو يعني تحدي سهل بزاف وسكيل ليفل ديالك هاي طالع ماشي حتى في الميديوم، اشنو كيطرى؟ الراحه التامه. هذه هي اللي كنسميوها السكيورتي زون. واحد الشخص ها هو خدام سكيل ليفل ديالو طالعين والبروجي ساهل بزاف وما عندوش مشكله، هو ديما كيمشي كياخذ بروجيات اللي هما ساهلين باش يبقى في هاد البلاصه، كيحس براسو الراحه التامه، ما باغيش يتشالنجي راسو، ما باغيش يزيد لقدام، ريلاكسي ومرتاح. الحاله الاخرى، الا كان تشالنج ليفل في الوسط في الميديوم وسكيل ليفل طالع، فين كطيح؟ كطيح في السيطره في الكونترول، مكونترول البروجي ما عندك حتى شي مشكل. هنا كتحس براسك بانك راه سكيل ليفل ديالك راه غادي اون باراليل شويه لان هاي وميديوم تقريبا راه مقاربين، ما كاينش شي فرق اللي هو بزاف، وفي حد ذاته هاد السيطره ولا الكونترول نقدروا نحسبوها واحد ستيج اللي ما كتكون لا مخلوع فيها، ما كتكونش فيها مثلا كتحس بالملل ولا ما ريلاكسي، راه كاين واحد التشالنج ولكن غادي اون باراليل وقريب شويه بواحد النسبه مئويه. نمشيو للحاله الاخرى اللي هي مي كيكون تشالنج ليفل في الميديوم في الوسط وكيكون سكيل ليفل هابط، فين كطيح؟ كطيح في الخلعه في الووري، لان المهارات ديالك انت هابطه، اي مشيتي خديتي واحد التشالنج اللي هي في الميديوم في الوسط، دونك راه ما كاينش واحد التوازي هنا وبعيده بزاف، دونك ميديوم ولو كاين واحد البعد، انت باقي ما مطورش، ما عندكش البيسكس، ما عندكش الفاندمنتالز، ما تعرفش تبيلدي شي حاجه اللي هي سامبل، ومشيتي باغي تطلع وتبيلدي شي حاجه اللي هي ميديوم، كطيح في الووري، كتخلع اوتوماتيكمون، ملي كنقول ووري يعني اوتوماتيكمون ما كتبقاش عارف كيفاش افونسي في داك البروجي، وكدوخ وكتبقى تكوبي كولي، وهنايا كتخرج واحد البرودوي اللي هو ما مزيانش. نمشيو للحاله الاخرى، الا كان تشالنج ليفل طالع، دونك هنايا في الهاي، وكان سكيل ليفل في اللو، فين كطيح؟ كطيح في الانكزايتي، يعني نتايا هنايا المهارات ديالك هابطه بزاف، ومشيتي خديتي تشالنج طالع بزاف، هنا القلق، هنا الانكزايتي، كنت تسول راسك ناري انا ناقص، ما فاهمش مزيان، خاصني نعاود، وشنو كطيح؟ كطيح في واحد الكوحده اخرى اللي هي بروكراستينيشن، كيبدا التسويف، كتبدا تدفع في ذاك البروجي لا بلاتي حتى لغدا، حتى السيمانه الجايه، حتى الشهر الجاي، علاش؟ لان اوتوماتيكمون ما كاينش واحد التوازي ما بين المهارات ديالك وما بين تشالنج وما بين تحدي، خديتي بروجي اللي هو طالع وكومبليكي بزاف والسكيل ليفل ديالك هابط بزاف، راه كاين مشكله، دونك هنا هاد الانكزايتي كيولي واحد القلق اللي هو كبير، وبزاف ديال الناس كيرجدوا داك البروجي، وكاين اللي كاع كيرجد ديك الكارير في حد ذاتها، كيبعد من الكارير كامله تيقول لك ناري هادشي صعيب، راه ماشي هادشي صعيب، راه خاصك تكري واحد التوازي. نمشيو للحاله الاخرى، مي كيكون تشالنج ليفل هاي، تحدي كبير، افترضوا بان واحد البروجي اللي هو معقد، وسكيل ليفل ميديوم. دونك انت هنايا الوسط اشنو كيطرى؟ الاراوزل ولا الاثاره، علاش؟ لانك انت اشنو كنعني بها هذه؟ انت خدام على واحد البروجي صعيب بزاف والسكيلز ديالك باقي الوسط، يعني كيبان لك فين غادي تتعلم، كتبان لك واحد البورسونتاج فين تقدر تزيد شويه لقدام، تقدر تزيد في السكيل ليفل ديالك شويه وانت خدام على هذا البروجي، دونك داكشي علاش كتكون هنا واحد الاثاره واحد الاراوزل وكتقدر تافونسي بواحد الطريقه اللي هي مزيانه، فحد ذاتها هاد ستيت هي مزيانه. وغنمشيو دابا للاخر، ملي كيكون البروجي صعيب، التحدي طالع بزاف، في نفس الوقت كيكون السكيلز ديالك طالعين، يعني المهارات ديالك طالعين، فين كطيح؟ كطيح في الفلو، وهذا هو اهم حاجه، هنا ما كتبقاش تحس بالوقت، ما كتبقاش تحس بالوقت، ما كتبقاش تحس بالجوع، ما كتبقاش تحس بحتى شي حاجه. كتولي غير افونسي افونسي وهاديك لا دوبامين كتبقى تفرز، دونك كتحس بواحد السعاده وانت خدام على البروجي ديالك،
ما كتبقى تحس بحتى شي حاجه كديكونيكتا وكيولي عندك واحد الفوكس مليون في المية. هذه هي احسن حاجه من كيطلع السكيل ديالك مع الوقت اوتوماتيكمون كتكون طالع الكومبلكسيتي ديال هذاك التشالنج ولا ديال لي بروجي كتبقى ديما طاح في هذا الفلو. راه اللي بغيت نوصل هنا واخا يكون الشغف ويكون الباشن وما حاولتيش بان المهارات ديالك يمشيو مع التوازي مع التشالنج والتحديات راه ديما غادي تقدر طيح في شي ستيج من هادو اما ووري اما اباثي اما بوردم اما ريلاكسيشن. الكونترول مزيانه مي غير هو الا بغيتي طيح في هاد الفلو حاول تطلع المهارات ديالك الماكس وفي نفس الوقت طلع التحدي. كاين واحد الحاله واحده اخرى اللي غادي نهضروا عليها هنا. نفترضوا بان السكيل ليفل ديالي هاي ولكن انا خدام على شي حاجه اللي هي في الميديوم دونك في الوسط وما بغيتش نبقى غير في الكونترول. اشنو كنحاول ندير؟ كنحاول انكريزي التشالنج ديالها نطلع تشالنج ليفل ديالها داك التحدي نزيد واحد التحدي على داك البروجي باش نطيح في هذا الفلو. ديما الا كان عندك نتايا مثلا طيح في هذا الكونترول طلع التشالنج واحد شويه باش تطلع الفلو. الا كنتي هنا في البوردم طلع سكيل ليفل ديالك باش تطيح في ريلاكسيشن من بعد طلع سكيل ديالك باش تطيح في الكونترول او ميم طون طلع معاهم تشالنج ليفل. كيف ما كتشوفوا هنايا راه واحد السكيما اللي غادي تعاونك ماشي غير في الكارير ديالك في اي حاجه كديرها باش تكون باش تكري داك التوازي باش نطيحوا في هذا الفلو. لان الانسان بصفه عامه اللي كيخدم كيبغي يطيح في هذه البلاصه باش ما يملش الخدمه ديالو باش تكون واحد المصدر ديال السعاده ماشي مصدر ديال التعاسه. الخلاصه هنايا عرف راسك في اش من ستيج كاين في هذه السكيما. شوف المهارات ديالك في اش من نيفو كاينين وشوف التحدي حتى هو في اش من نيفو كاين. حاول تطلع سكيل ليفل المهارات باش تمشي بالتوازي مع تشالنج ليفل طلعهم بشويه بشويه ما تحاولش اكسيليري راك ديما الا حاولت اكسيليري غطيح اما في القلق اما الخلع اما ما غاديش تتسوق اما طيح في الملل. ولو وصلتي لهذا النيفو ما تنساش تبارطاجي هذا الفيديو باش تعمل فائده وكنتمنى لك التوفيق.